فاضل 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 مالك يا رجل؟ فين الباب؟ فين الباب؟ والله الباب مالك الباب بتهامس؟ مالك الباب يا اخي؟ ما تهامس يا اخي. الباب الباب دق ما سامع جرس؟ في شنو؟ الباب دق ما اعرف، احتمال يكون خبر بك. الله يستر. لا اله الا الله يا اخي، والله العظيم خلعت انا. وبعدين يا اخي، يا اخي تعال هنا، ترى جاي انكم من الفضاء ولا جاي انكم من وين يا اخي؟ يا اخي بتكون عامل زي القسم يا اخي. كيف يا اخي العساكر في القسم بيعملوا لهم دوريات عشان يرتاحوا؟ انتم ما عندكم الراحه؟ كله كله كان عاجبك عاجبك، كان ما عاجبك استغيل استغيل يا صغيل. ما بستغيل، قاعد لك في قلبك وفي مصرانك ده. طيب انا اقول لك حاجه، انا ماشي اشوف الحاصل شنو، وانت خليك في نومتك. ماشي انا ماشي فاضل، ما انا كنت امشي اشوف الجلسه. لا انا امشي سوا هذول، خليني انا لازم اعرف الحاصل شنو. طاقتين قاعد فيها قاعد فيها. ها راح ابقى مارق من وراك يا استاذ. لا معليش، دنيا ليله هذول، مش انت زول معك، ممكن تجي طوبه تجي فرقه تجي فيك انت بتتحمل. ابقى مارق طارف يا ما بعرف اي شيء، برجع هسه على حسب قمارك. الله يستر، مالك هذا انت بتتجنن كذا؟ وليد كده وريني، اصل انت شايل عكاسك في يدك ليه؟ الحرامي دق لك الباب ولا في شنو؟ في شنو؟ ما معروف، الحرامية دي ما مضمونين، ممكن يغيروا تكتيكهم في اي لحظة. وليد يا الله، ما هيك تكركبك شيء العصايه ده بقي بيت راسك. فيشني ولا تنين؟ الحاسب ما طن ما جانا واقف كذا داري شو تبل انت؟ افتح خشمك ده ولد. ناس خالته سريه. سريه؟ سريه اختي؟ مالها؟ لا بس هي جات. سريه اختي طلقوك ولا شنو؟ ابراهيم ده اللي انا ما بخليه نهائي. ها؟ ابراهيم ذاته جاي معاكم؟ ما يكون الحاصل شنو؟ مرحب مرحب مرحب، اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ياسر ايوه، اعمل للجماعه دي شربات كده عشان يروقوا شويه. ها؟ انا ما اعمل لهم شربات يا ابوي. ما تجي تذكرني بالرواقه كده يا اخواننا، فهمونا الحاصل شنو؟ في الحقيقه نحن بنعتذر ليكم اننا نحن جيناكم في وقت متاخر زي ده، لكن ما كان عندنا حل غير اننا نحن نلجا ليكم. حاجة ما كنت رافض اجيكم في وقت زي ده. يا ابراهيم انت عايزني ازعل منك ولا شنو؟ كلام دعوة يا ابراهيم يا اخي، ما تقول كده يا اخي. بعدين عدنان ده بيته مفتوح لاي زول، انتوا بس ورونا الموضوع شنو عشان نكون اللجنه اللي بتحل الموضوع ده ان شاء الله. في الحقيقه مشينا كوسي لاخوي، ولما جينا راجعين ما تتعب نفسك، الباب ما حيفتح، انا عملت له نمط وما حيفتح تاني. ليه لكن؟ يا اخي انتوا ساكنين لكم 4 شهور في البيت ده، ما قاعدين تدفعوا، يا اخي انتوا كان اشتريتوا البيت ده ما توروني عشان ما اضايقكم. يا حيدر يا حيدر يا اخي، هي جايين من السفر وتعبانين يا اخي، خلينا نبيت يا اخي بكره صباح نحل المشكله معاك يا اخي. ما معقول يا اخي. ما بفتح، كان عندكم حق 4 شهور ادوني له، ما عندكم على الاقل اقطع وشكم مني وما تجوني ذاته يا اختاني. يا اخي اسمع، احنا عفشنا قاعد عندك جوا، لكن عفشكم في الحفظ والصون حيتغيم ويتباع واخذ حقي وتاخذوا حقكم والبين انتهى. اسمع والنوم وين يعني؟ يا اخي ارض الله واسع يا اخي. يا جماعه وي على الله، تصبحوا على خير. بعد كده جيناكم هنا طوال. الله يا اخواننا، الناس بقت ما عندها ضمير. كيف يعني بني ادم يطرد له بني ادم في وكي زي ده ويستلولوا عليه عفشه؟ ايه ها؟ ما يستلولوا، استولوا. هذول استلولوا يتلولوا، انت مالك هذول؟ ما تعوضني. فاضل سيما ما توعظني. اتفضلوا اشربوا العصير وبعد ترتاحوا شويه اطلعوا فوق. بعد ما ترتاحوا يسوي لكم العشاء.
لا 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 نحن دعشينا في الشارع والله. سامية. نعم. خدي معاك ثريا ومي مي خلدي معي. تفضلوا. تجوا عندنا اجتماع طارئ. ها حاضر. انت وين فارس؟ فارس نايم يا ابوي. امجد. نعم. صحيو. حاضر. تفضل معي يا عم ابراهيم. عم ابراهيم ده خليه معي. انت امشي صحي فارس. جدا. حاضر. تقيل الليلة كاتمة للصباح. الله يستر يا اخي عمك ده ما يقول انا امشي للمأجر ده في الليل ده. بس يقوم يسمعك يعمل لنا جدجل.